بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، مع كتاب الله وفي سورة المائدة، وعند قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ وعندما يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب فإنه يخاطب بعضهم، وعندما يخاطبهم فإنما يخاطب صفات لا يرضاها، ولذلك فهو يدعوهم إلى الصفات المرضية. هذه الطائفة التي عادت المسلمين بغير حق من أهل الكتاب، غير الطائفة التي تواءمت مع المسلمين وقبلتهم وفتحت يدها لهم، هذه الطائفة الثانية هي الطائفة التي تعايش معها المسلمون وعاشوا في أوطانهم معا سنين طويلة، بمئات السنين. أما الطائفة الأولى فهي ما زالت في هزن ولعب وصدام ونزاع وسخرية وسب ولعن. تعال إلى كلمة سواء بيننا وبينك، ألا نعبد إلا الله. إذن لم يقل لهم الإسلام حينئذ: ولا بد وبالإكراه أن تنتقلوا مما أنتم عليه إلى الإسلام، بل قال لهم: إذا ما بقيتم على ما أنتم عليه ولم تؤمنوا، والإيمان والهداية بيد الله أن محمدا هو نبي الله، فكونوا مؤدبين مع المسلمين. والمسلمون أمروا أن يكونوا مؤدبين معه. تعال يا أهل الكتاب، يعني لما تنقمون منه؟ بأي سبب؟ هل لأن كفرنا بالله وعبدنا الوثن كما ادعى بعض الكاذبين؟ هل لأننا كفرنا بالله وعبدنا البشر؟ هل لأننا كفرنا بالله ولم نوحد؟ لأي سبب هذا العدوان؟ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ ما هذا؟ إن قلتم نحن نؤمن بالله وبسم الله، فنحن نقول نحن نؤمن بالله وبسم الله، يبقى كان ينبغي علينا مع المفاصلة واختلاف العقائد أن نتعايش. وما أنزل إلي، نحن نقدس القرآن ونحترم، لكنكم لا تقدسون القرآن ولا تحترمونه. هذه الطائفة اللي تكلمنا عنها اللي هم بعض أهل الكتاب، ما بتحترمون وما بتؤمنوش بالنبي وبتسبوه، يبقى مين؟ أنا أقدر أسب عيسى؟ أنا أقدر أسب موسى؟ أنا طب ما أنا ما بقاش مسلم أصلا، أنا ما عنديش مشكلة. ده كله بقول سيدنا عليه الصلاة والسلام، ستنا مريم عليها السلام هو اللي بنقوله كده. ولما نقول ما عنديش مشكلة، أنا المشكلة عند غير مش عندي أنا. فتعال إلى كلمة سواء، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله
وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل كمان. يا رجل ده احنا آمنا بكل اللي أنزل من قبل. هنا في الأزهر الشريف كان عندنا رجل عظيم شيخ أزهر في وسط القرن ال19، كان اسمه الشيخ البرهان إبراهيم البجوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان الشيخ البجوري يدرس هنا في المكان اللي انتوا جالسين هنا فيه كده، الفقه الشافعي والتوحيد والمنطق والبلاغة والنحو، علامة كبير الشيخ إبراهيم البجوري رحمه الله، وكان شيخا للأزهر لأنه كان يعني من كبار كبار العلماء، وكان رجلا طيبا صالحا رحمه الله تعالى. فهو بيدرس في التوحيد فجاب الحتة دي، ان احنا يجب علينا ان نؤمن بكل الانبياء وبكل الرسل وبكل الكتب، وقعد يقول كده. فواحد من نجباء الطلبة قال له يا سيدنا الشيخ، طب افرض حد سألني سؤال محرج. قال له ايه؟ قال له ده الانبياء كتير، وفي رواية للترمذي ان عددهم 124,000 نبي واحنا ما نعرفش اسمائهم، والرسل 312. افرض واحد جه وقال لي هو عويس مؤمن بيه انت انه نبي ولا ما هوش نبي؟ وبعدين انا ما عنديش من الانبياء حد اسمه عويس، اعمل ايه بقى؟ لو قلت انه نبي وطلع يوم القيامه انه مش نبي تبقى ورطه، لو قلت انه مش نبي وطلع يوم القيامه انه نبي تبقى ورطه. فلو واحد سالني اعمل ايه؟ قال له لو سالك شخص هل عويس نبي وتؤمن به فقل آمنت به إن كان نبيا. ايه ده؟ طب والمسلمين بيعملوا كده ليه؟ حريصين على أنهم قد آمنوا بكل رسول جاء من قبل. وده يفيد في ايه يعني؟ يفيد في كتير. يفيد ان كل قوم ادعوا لانفسهم كتابا فنحن نعتبرهم من اهل الكتاب. ولذلك النبي لما سالوه عن المجوس قالهم واحد اسمه زرادشت. طب زرادشت ده نبي ولا مش نبي؟ ما هو قد يكون، قد يكون نبي وقد لا يكون نبي. قال سنوا بهم سنه اهل الكتاب، عملوهم معاملة أهل الكتاب اللي وضحت في القرآن من التعايش ومن الود ومن ومن وإلى آخره. فكل من هيدعي لي إن في كتاب أهو هعامله معاملة أهل الكتاب، يبقى هتنفع في العلاقات الدولية وهتنفع في العلاقات التعايش والتعاون بين البشر. هينفع الكلام البسيط ده بتاع سيدنا البجوري اللي بيقول آمنت بعويس إن كان نبيا، هينفع بقى معايا هنا؟ وسجل الكلام ده في الحاشية بتاعته على التوحيد، إنه لو سئلت فلان ولا تعرف فلان ده مين أتؤمن به نبيا، فتقول آمنت به لو كان نبيا. ما أنت تشرب بقى. إذن فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.